Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hari ini kita akan meneruskan membaca surah Al-Baqarah Dari ayat 142 sampai 152 Disimak sampai selesai A'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۖ يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه سَطَل لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب فان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون ان الحق لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد من بعد ما جاءك من العلم إن إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون يستضعفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فس سبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس السلام عليكم للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي يحييكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين سكين صجيح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته